التوقي من فيروس كورونا أم لجنة للجم الغضب الشعبي المتنامي ضد سياسات سعيد وحكومته؟ هي فعلا هي لجنة سياسية، وربما نسميها مكتب سياسي لتشخيص الوضع الصحي. مكتب سياسي. يعني مكتب سياسي، نعم، بين ظفرين، يعني تشخيص سياسي للوضع الصحي، وهذا غير سليم، لأن اللجنة العلمية المفروض أنها تكون معروفة بالحياد، وأن تكون قراراتها قرارات علمية تنفع البلاد وتهتم بشؤون البلاد من الجانب الصحي. الآن كما ذكرت الصديقة فاطمة، يعني معاهد تغلق ومؤسسات تغلق وتلاميذ يمرون إلى المستشفيات والمساحات وغيرها، لأن انتشار الكوفيد انتشار سريع جدا، خاصة في هذه الفئة العمرية الشبابية أساسا. وبالتالي هذه القرارات ليست لها أي علاقة بالوضع الصحي، وإنما لها علاقة بالوضع السياسي في البلاد. وبالتالي أعتقد أن هذا الكوفيد السياسي أصبح يصيب، أصاب الأحزاب السياسية، وأصاب الجمعيات والمنظمات، وأصاب الكثير من الجمعيات الحقوقية وغيرها، لأن الوضع الصحي يقتضي قرارا علميا ولا يقتضي قرارا سياسيا. إذا لاحظوا أن هذه القرارات أين اتجهت؟ اتجهت لمنع التجمعات، ومنع التحركات السياسية والأنشطة السياسية، ومنع الأحزاب من الذهاب إلى التلفزيون، ولو أنه تلفزيون وطني ولكنه في الحقيقة كان منحازا ودائما منحازا. ولكن مهما يكون، هو حق للأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات أن تذهب إلى هذه المؤسسات، لأنها مكسب جماعي، ولأنها حق جماعي، ولأنها وطنية. المواطن يدفع الضريبة من أجل نشاط هذه المؤسسة، وبالتالي كيف يمكن لنا أن نمنع أحزابا سياسية أو نتخذ قرارات لا صلة لها بالوضع الصحي، وإنما صلة بالوضع العام في البلاد، ولا سيما أن البلاد الآن تستعد، والمعارضة والمواطنون وأغلب الشعب التونسي يستعد للاحتفال بذكرى فرار المخلوع الأول في انتظار الثاني إن شاء الله. وبالتالي يعني البلاد في وضع منها محرج جدا، وضع اقتصادي منهار، تذهب إلى المغازات تجد الرفوف فارغة، وكثير من المواد هي مفقودة الآن، والوضع الصحي والوضع الاقتصادي الوضع الاجتماعي وهي كلها متردية. والذي يذهب الآن ويزور مكان التي الأماكن التي يجرى فيها تلقيح أو تجرى فيها أساسا تحليل الكوفيد، وهي أماكن أساسا الأماكن العمومية، فهي مكتظة ولم يؤخذ أي إجراء لفائدة المرضى، وإنما نجدهم مكتظون. وسائل الاتصال كما تعلمون أن المترو إذا كان يهز مثلا على سبيل المثال 200 شخص، فإنه يهز في 5000 مع بعضهم. الحافلة ما تهز 20 ولا 25، تهز في 100 و 150، والأبواب مفتوحة وغيرها. هنا ما ريناش الكوفيد وما ريناش المضرة، وإنما ريناها وقت يتجمع الناس من أجل أهداف سياسية أو تحركات سياسية. الواقع في البلاد أصبح لا يحتمل هذا الشيء الذي يستهزأ، الذي يشنع العمل السياسي ويشنع العمل النقابي والعمل الجمعياتي وغيره. لماذا؟ لأننا سوف نصل إلى مرحلة إذا لم نتحرك جيدا، إذا لم نعمل على إيقاف هذه الفوضى الخطيرة جدا، فإننا سنصل إلى منع كل الحريات الإعلامية، وبدأ بالإعلام الذي انحاز جزء كبير منه له، فهو الآن هو أول ضحية. نعم. وبالتالي والأحزاب السياسية التي كانت في صف رئيس الدولة المنقلب على الديمقراطية وعلى الدستور، نجدها الآن هي أيضا محرومة من الذهاب إلى المؤسسة الإعلامية. وبالتالي فالجميع هو في خطر إذا لم نتصدى إلى هذه الحالة التي وصلنا إليها. نعم.